أحسن الله إليكم. المرسل عبد الحميد مرسي يقول في سؤاله الأول: ما حكم من زعم أنه من أتباع الطريقة الصوفية ويتمسك بها ويترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الطرق المحدثة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر بالعض عليها بالنواجذ، ونهى عن محدثات الأمور، وقال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الطرق الصوفية محدثة في دين الإسلام، ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين، ولم تعرف إلا في القرون المتأخرة بعدما فشى الجهل وكثر الشر في الأمة ودخلها الدخيل من الفرق الضالة، جاءوا معهم بهذه المحدثات، ومنها طرق التصوف. نعم.